السلام عليكم مرحبا بعشاق قناه ام اش بي، عشاق الطرقات والجبال. اليوم اقترح عليكم واحد الطريق جبليه اخرى، واكيد ان هذا الطريق تعجبكم، الا وهي الطريق الرابطه بين مدينه تازة ومدينه فاس، لكن ماشي الطريق الرئيسيه، هي الطريق التي تمر عبر جبل بويبلان، يعني عبر مغراوه وبحيره تندا. حنا نوضعوا الطريق ديالها. هذه الطريق هذه كيف ما كتلاحظوا اللي هي تقريبا 250 كيلومتر، ولكن غادي تصعد 8 ساعات. انا بغيت تقول على الطريق من طنجة حتى اكادير، رغم ان المسافه هنا جغرافيا قريبه. كندعوكم انكم تتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، لان اغلب المشاهد غنغطبها على حسب التسلسل الحقيقي ديال الطريق. وشكرا.